اتصلنا لمساحتنا الاجتماعية نور، وحيكون موضوعنا اليوم عن نوبات الغضب اللي هي جزء طبيعي من النمو الطبيعي للطفل، خاصة بالعمر اللي بيبدأ فيه الطفل بتطوير الاستقلال من سن 18 شهر. بعض الأطفال بيكونوا أكثر عرضة للنوبات من غيرهم من الأطفال بسبب عدة ظروف رح نتعرف عليها اليوم، وعم يتجلى غضبهم من خلال يمكن الصيحات، الغضب، إيماءات متكررة. لنعرف عن كيف فينا نتعامل مع هالأطفال ونوبات الغضب عندهم مع الأستاذة نغم ضربي، أخصائية لأسرية تربوية. يسعد صباحك يسعد وأهلا وسهلا صباحكم، فيكي. يسعد صباح أهلا المشاهدين، وسهلا فيكي. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نعرف نوبات الغضب لأنه لنقدر نفرق فعلا أنه هي نوبة غضب أو هو فعلا مثلا طفل عنيد أو ممكن عم يعبر بطريقة مختلفة. شو تمام. هي نوبة الغضب إذا بدنا نقول فعلا الطفل عنده نوبات غضب؟ هلا هي طريقة للتعبير عن مشاعر، مشاعر خوف، قلق، توتر. هي حالة طبيعية، ما فينا نقول عنها شيء سيء ولا شيء منيح، لكن اللي لازم نعرفه أنه هي مرحلة بمر فيها الطفل من سنتين لأربع سنوات. بالخمس سنوات بتصير نادرة الحدوث. هون نحن إذا تكررت بالخمس سنوات بدنا نعرف نتعامل معها بطريقة صحيحة لحتى نقدر نتخطى هي المرحلة وما تستمر معه للكبر، لأنه في كتير ناس بتجي بتحكي طب أوكي إذا نحن أنا ابني عمره 8 سنين 10 سنين 12 وما زال بنوبات الغضب. هذا بيرجع لعدم معرفتنا بالتعامل مع هذا الطفل. ونحن بالثلاث سنوات بعمر الثلاث سنوات الطفل بيكون بمرحلة ذهبية، هون 80% من الدماغ بتتكون، فبدنا نستغل هي المرحلة. في حال تخطى مرحلة الثلاثة والأربع سنوات وما استغلينا هي المرحلة، هون بيكون الطفل عم يخسر، بالعكس ما عم يكسب هي الأمور. في عنا أنواع، كمان أنواع متعددة لنوبات الغضب، نوعين، نوع نابع من المشاعر ونوع نابع من السلوك. هلا في شيء بنقدر نتجاهله وشيء ابدا ما بنقدر نتجاهله، ضروري الاهتمام. لما بيكون نابع من السلوك مثل ما بنشوف اطفالنا انه هن مثلا بدهم يجوا يمسكوا المي السخنه، ممكن بدهم يمسكوا يحطوا اصبعهم بالمروحه، فالاهل بيمنعوهم نتيجه انه نحن منعنا الطفل، فهون ببلش بيعصب بيبكي. شو بنساوي نحن بهي الأثناء؟ إنه ما عليه، هذا الشيء لمصلحة الطفل، أنت خليك بغرفتك بكي، أنا بعطيه ظهري وبمشي، فرجي الطفل إنه أنا مو مهتمة للسلوك اللي أنت عم بتقوم فيه. ممكن يزيد صراخ، ضلني بتجاهل الطفل. لما بشعر إنه هو ولو شوي سكت بجي لعنده لحتى أشرح له إنه هذا الشيء غلط. هون أنا تجاهلت الطفل، ولما هدي فرجيته إنه أنت الشيء اللي عم تعمله غلط. بعدين لما بيهدى وبيعرف أخطائه شوي شوي بيعرف الطفل أنه أنا تجاهلت سلوكه معناتها هذا السلوك غلط، بيستمر بهذا الشيء. أما نوبات الغضب اللي بتكون نابعة من المشاعر، هي المشاعر هون نحن ما فينا نتجاهلها. في كتير من الأطفال بتبكي نتيجة خوف، توتر، ممكن أنه هي بدها تترك الماما مثلا، الأم بدها تطلع برا البيت تجيب أغراض، فهي الولد ببلش بيبكي وبيبين عليه الخوف. أنا باخذ الولد بحتضنه، بحطه بحضني، ببوسه مثلا، بهمس بإذنه إنه أنت إنه أنا هلق رح أطلع، ما رح طول عليك. بعد ما تخلص، خصوصا إذا بتركه عند التيتا لأول مرة، نحن عم نحكي عن أطفال صغار، بهمس بإذنه إنه أنا رح روح وراجعة. بضل بتناقش مع الطفل لأتأكد تماما إنه هو شوي سكت يعني أو هدي، وبطلع وبرجع بالوقت اللي أنا خبرته عليه. بهي النوبات أنا ما بتجاهل السلوكيات. في كتير من الأحيان مثلا نوبة الغضب بتصير برا البيت بمكان عام، كيف بدي أتعامل معه؟ أكيد أنا ما في لا بعطي اهتمام ولا بعزز هذا السلوك. كل اللي بعمله أنه أنا لازم أكون محضر الولد قبل، لما نحن ماشيين بحكي انه نحن بدنا نروح مثلا على المول، بدنا نروح على السوبر ماركت، بدنا نشتري، بدي اشتري اغراض، بس اليوم ما في شوكولا، لانه مو اليوم الشوكولا مثلا مشان سنوناتك، مشان اي شيء. بنحكي لما بيروح الولد، هلا الولد ذكي ممكن يستغل هاي الفرصه صحيح، ويبلش يشكي لا بدي شوكولا، بيوقف عند المكان وبيبلش انه هلا بدك تجيبي لي. فنحن هون لا، بيجي لعنده انه نحن اتفقنا ممنوع، وبضلني مصرة على موقفي لأنه كتير غلط أنه أنا بكي بخجل من العالم أنه أنا في ناس حوالي يلا بعطيك اللي بدك إياه وبنمشي. لا بعرفه، ما عليه، وبرجع على البيت حتى لو ما اشتريت أغراضي، برجع على البيت
وكمان برجع بعيد عليه انه انا رجعتك على البيت كرمال انت بلشت تعيط وبلشت تبكي. في اولاد بتبلش بتبحث بالارض بتخبط بتعمل كثير. فهون نحن ما عليه بدنا نتمالك اعصابنا ونكون هادين. يعني خلي الولد يعمل اللي بده اياه وانا عم بشتغل لمصلحه الطفل. بالنهايه رح يتعلم اكيد هون بيكون بالحد الطبيعي. نغم كمان في اسلوب من اساليب الاطفال هو البكاء، يعني النق مترافق مع البكاء عند اي شيء ممكن ما يحصلوا عليه على ابسط الاشياء، ان شاء الله انكسر قلمهم بدهم امهم. هذا الاسلوب عم نشوفه كثير شائع. اول شيء شو سببه وكيف ممكن نخفف من هي العاده، لانه هي العاده صارت عم تشكل شخصيه انه اللي ما حصل على اللي بده اياه بده بكاء للصريخ مثل ما قلتي. كمان بنشوف نحن انه مثيرات نوبات الغضب هي الاسباب الحقيقيه بتكون مختلفه تماما عن الاسباب اللي بيظهرها الطفل. في اسباب كثيره ومتعدده. احيانا الولد بيبكي لانه جوعان، لانه عطشان، لانه ممكن عنده وجع عم يتالم. في اطفال بتبكي بسبب، يعني بدنا نحكي الاسباب، بسبب الدلال الزايد انه انا كل شيء عم بعطيه لابني بعدين قررت بفتره معينه بمرحله معينه انه انا ما عاد بدي اعطيك الشيء اللي بدك اياه. انا لما باخذ هذا القرار بدي استمر فيه، ما بيأس ابدا وبضلني مصره على رايي انه نحن اليوم ما في نشتري سياره، ما في نشتري لعبه باربي، وبضلني حتى لو الولد بكي. لانه لاول مره اذا الولد بيبكي وبعطيه اللي بده اياه انه انا خلص ما عاد في راسي صار يوجعني، خذ اللي بدك اياه، فهون بيستخدموا سلاح له. صحيح. ممكن في تعدد بمصادر التربيه. ممكن الاب بيكون قاسي والام تسهله كثير، ما في اتفاق، فالتفاوت بهي التربيه عم بيسبب للاولاد كثير قلق انه انا مين بدي اسمع كلمه، مين بدي اسمع كلمه الماما ولا البابا، شو بدي ساوي، فبيلجأوا لنوبات الغضب. وجود مولود جديد كمان من الأسباب اللي بتخلي الولد أنه هو يبكي بدون ولا سبب للفت الانتباه. صحيح. بس ايمت فعليا نحن نعتبر نوبة الغضب غير طبيعية؟ غير طبيعية. يعني نحن بنقول طفل من أول ما يولد فعليا لثلاث سنوات، لأنه طريقة التعبير تختلف. هون في نوبة غضب، بكاء، صراخ. لما أحكي أنا بعد ثلاث سنوات هو قادر يعبر، بلش يكون مفردات، بيقدر بيحكي، فيني اقول انا مثلا اطفال ممكن نوبه الغضب او نوبه البكاء دقيقتين ثلاثه انا بتجاهل الموضوع بيمشي الحال. بس انا كأم كيف فيني اعرف انه هون بقى الوضع مش كتير صحيح لاقدر انا اضبطه او اتعامل معه؟ لما بتتعدى نوبات الغضب فوق ال 15 دقيقة. هلا في الأطفال بتبكي مثلا بتشرد بشي تاني بتسكت، ممكن تضل تستمر بكاء لمدة 5 دقائق 7 دقائق. لما منلاحظ انه نوبات الغضب استمرت ل 15 دقيقة، في ولاد شفافة بتزرق، ممكن تتعرض لأغماء لأقياء، فهون أكيد التدخل بهذا الموضوع. يعني الولد بيكون كتر معصبي وهو بده ياخذ اللي بده اياه وعنيد، خلص انا حطيت براسي بدي اخذ اللي بدي اياه. خصوصا مع الاطفال الاول بالعائله هون تماما انه انا متعود على سيستم معين فانا بدي امشي فيه، مو بيوم وليله انا بدي اغير سلوكيات ابني، بدي امشي من البدايه معه كرمال انا استمر بهذا الشيء، مو فجاه بصير بدي اتعامل معه بهي الطريقه. فلهذا الشيء التدخل بسرعه مشان الولد ما يتعرض، ما ياذي حاله. في اطفال لما بتعصب وتبلش بنوبات الغضب ممكن تضرب حالها، تضرب الأشخاص اللي قبالها. منلاحظ أطفال للأسف سلوكيات كتير خاطئة أنه عم تضرب أهليها. نحن بالبداية منحب الولد أنه أوكي حلو كتير مهضوم ومصير منضحك له، مصير من بعد راسنا هيك منعمل هيك أنه إيه أوكي تضرب. بعدين بيسبب لنا أحراج بالعيلة، ممكن مع أشخاص حوالينا بنعرفهم، هذا أحراج كتير لأنه بده يستمر بهذا السلوك. هلا الطفل أنا ما في يلومه لانه ما بيعرف حدود للاشياء. صحيح. انه انا مثلا اوكي يمكن بيضرب لعبته، بيضرب الكاسه، بيضرب اي شيء، لانه هو ما بيعرف الحد اللي لازم يوقف عنده. لكن دور الاهل انه انا اشرح له. الطفل لما بيبلش او انا بدي اعدل سلوك انه هو ضربني، فورا بمسك له ايديه، بمسكهم بحزم. في اهالي مثلا انه بتصير الاميات بتضحك. هي حركه ايمت فيني انا اعملها مع الطفل؟ لما ببلش بيضرب الام، يعني بس تحت الثلاث سنوات ولا بعد ثلاث سنوات؟ لا بثلاث سنوات بنقدر نحن نتعامل معه بهي الطريقه. حتى بعمر السنتين، بعمر السنتين الطفل واعي بيعرف، صحيح ما عنده مفردات كامله لحتى يعبر بالكلام، لكن هو عم يسمعني. نحن دائما بنحكي انه انا بحكي للولد، هو ما عم يقدر يعبر لي لكن
إيماءات بفرجيني إنه هو فهم علي بمكان معين. فأنا لما بمسك إيدي وفرجيه إنه أنا حازمة بهذا الموضوع، هذا السلوك غلط، أنا بحكيه بجدية، ممنوع تضرب، أنت بتحب إذا أنا ضربتك، أنا بعمل لك هذا السلوك، إنه هذا الحوار بيني وبينه. ما بصير نحن نضرب لا اللي أكبر ولا اللي أصغر منا. إيدنا هي نعمة من عند رب العالمين عطانا إياها، إنه نلبس، نمشط شعراتنا، ناكل، يعني هي الأمور ننزل لمستوى الطفل. ودائما بكون حريصة أنا لما بدي أحكي للطفل بنزل لمستواه. منلاحظ أطفال كتير إنه بتبكي أول ما بتجي على الروضة، إنه بدي مامي بدي مامي. فشو بنساوي نحنا لحتى الطفل اللي يشعر إنه في حدا عم يفهمه؟ بنزل لعنده إنه أوكي وأنا كمان بدي مامي، إمتى بدي تجي تاخدني؟ إنه بصير بحكي بلغته. طفل هيك بيتطلع فيك إنه أنت فهمتي علي، إنه في حدا مثلي عم بيعاني من نفس الشعور اللي أنا مزعوج منه. فوراً بصير بيهدى، يعني شوي شوي بيهدى. هي بس طريقة التعامل مع الأطفال، تعليمهم مهارات الحياة. الطفل هو وصغير ما بيعرف مهارات حياة، فلهذا السبب نحن نمشي معه خطوة بخطوة، مو فجأة نجي بدنا نعدل سلوك وهلق بده يتعدل. لا، ما بصير. أكيد. يمكن كمان في مشكلة بسبب أنه اختلاف يمكن نمط الحياة عن قبل، الانشغال بعض الأبوين، الطفل أغلب وقته عم يقضي أحياناً بالروضة، عم تصير في بعض المشاكل أيضاً، عم بيكون إما عدائي أو عنيد أو عنده صعوبة ما بالتأقلم حتى مع رفقاته، فعم بيكون عم يتصرف معهم بعنف وعدائية وغضب مثل ما بنقول، لأنه الغضب له عدة أنواع مثل ما حكينا. اليوم كمان دور المدرسة ككل بتقويم سلوك الطفل بالمساعدة مع الأهل، وخاصة يعني شفتي هلا ضغط الحياة العملية، إنه الأم موظفة الأب موظف، كان بيقعد الطفل معهم ساعة أو ساعتين فقط وبينام. فخبرينا كيف ممكن نقوم سلوك الطفل بالمدرسة. هلق دور الروضة أو المدرسة ما بتقل أهمية عن دور الأهل، لأنه هو عم يخدي مثل ما تفضلتي حضرتك نص الوقت بالمدرسة. فالشي اللي لازم نعمله أنه نحن دائما نشوف هاي السلوكيات ونحاول نعدلها بطريقة حلوة. يعني أنا مثلا الولد عم بعيط بيجي بعيط مثله، الولد عم يضرب بضرب، فهي ردات الفعل اللي أنا عم بصدرها عم بتعلم الطفل يزيد هذا السلوك. لحتى أنا ابتعد عن هذا الموضوع بدي يكون هادية وبدي يكون متأكدة أنه أي تعديل سلوك أنه أو تعليم السلوك تعليم الطفل تحكم بمشاعره وعواطفه هو جزء من النمو الطبيعي. فبدها تكون المدرسة أو المس واعية بهذا الموضوع ودائما تتواصل مع الأهل. يعني ممكن نحن نمنع الطفل بطريقة حلوة عن طريق قصة، عن طريق أي شيء نحن بنحكيه، لأنه لما بيحب المس رح يحب كل شيء بتحكيه فبيقتنع. كثير من الأمهات بتجي وبتخبرني أنه أنا ابني ما عم يكتب معي مثلا، لهالدرجة بتكون الروضة مأسرة على الطفل أو المس مأسرة على الطفل. فكثير بنحكي أنه نحن دائما نتابع الولد، مو بس مسؤوليتنا أنه نحن نعلم، كمان مسؤوليتنا نوجه ونوجه سلوك الطفل ونربيه بطريقة صحيحة مع الأهل لحتى يقدر يستمر. وهي نقطة كتير مهمة يمكن ودائما بنحكيها معك ست نغم بكل لقاءاتنا، هي التشاركية في تربية الطفل اليوم لتقويم سلوكه. لما الأم والأب يكونوا على اتفاق على بعض الأسس والقوانين والمبادئ بالبيت بالاتفاق مع الروضة أو المدرسة، أحيانا بيجي المحيط لما نقول التيتا والجدو بيت الخالة والخالة، هون بيلعب دور بخلل ببعض الأنظمة. لما أقول أنا مثلا الولد لما يبكي ببيت تيتا لا بيتلبى طلبه عندي بالبيت لا، هون قديش بيأثر مثلا فعلا عنا نوبات الغضب، نوبات العداء العدائية، نوبات العناد اللي عنده الطفل لتقويم سلوك الطفل أساسا. يعني بدل ما أنا شارك بتقويم سلوكه هون بيصير في زعزع نوعا ما بسلوك الطفل. تماما، ما هو الطفل بهذا المكان بيصير بيطلب شغلات بيعرف أهله ما رح ينفذوا له إياها، فبيمسك الأهل من الإيد اللي بتجعون إنه أن أهلي وما رح يحكوا شيء، رح أعمل الشيء اللي بدي إياه أنا وهن ما عم يحكوا. فلهذا الشيء إنه أنا بدي يكون
متفقه ودائما بذكرها بالحلقات انه انا بدي اتفق مع الكبار لاقدر حل الموضوع مع الصغار. صعب انه ما عليه هلا شوي هي الكبار صايرين مثل الصغار صعب تتفقي معهم كلهم. بس نحن عم نشتغل لمصلحه الطفل بالنهايه لانه مثل ما هن بحبوه بخافوا عليه بدهم يخافوا على سلوكياته اللي راح تاثر عليه لبعدين. هلا نحن باطار صغير بكره بيطلع للمجتمع الكبير وبيقولوا الحق على التيتا هي اللي ما عرفت توجه له سلوكياته. اكيد. طيب خبرينا اليوم شو هي اساليب الوقايه لغضب الاطفال، استيعابهم، تقويم سلوكهم بالتربيه؟ يعني دائما عنا بيقولوا لك الاهالي في تربيه حديثه بتختلف عن التربيه القديمه، لكن احيانا عم تطبق بشكل خاطئ على الاطفال ما عم ينعكس سلبا عليهم. كيف الام اليوم ما تخلي ابنها يتعرض لنوبات غضب؟ يعني نشتهي نلاقي ولد رايق فكيف هي هي الاسباب بترجع لانه كل شيء مباح للطفل. الاب والام بيكونوا عصبيين بيأثر هيك على الطفل؟ طبعا اكيد، ما هو عم بيقلد سلوك الاهل. يعني الاهل الام والاب عم بيعيطوا على بعضهم، هو بس عم يتفرج انه بيتعلم منهم. صحيح. عم يلقط، ما هو كاميرات بالنهايه. صحيح. هو كاميرات عم يرجع بعيد، ممكن يروح يطبق على رفقاته بالمدرسه انه انا هيك شفت. لما بنكون هاديين ما عليه خلينا نبلش كل حدا من حاله، لانه هدول الاولاد حرام يعني بعمر العشر سنين، هدول العشر سنين اللي مروا علينا كثير صعبين، فنحن بس شوي نبلش من البيت بهدوء، نعرف انه هي الحاله اللي عم بمر فيها الطفل حاله طبيعيه، انا مسؤوليتي باول اربع خمس سنوات وبعدين انا برتاح. يعني أنا بعرف أنه ممكن إذا أنا بحكي للطفل أنا زعلت منك يتأثر. يعني أنا ابني مثلا صار كبير ولهلق بعد بس كلمة واحدة بحكي. يعني في كتير ناس بتتفاجأ أنه كيف ابنك بيرد عليكي؟ إيه، لأنه أنا من البداية بلشت معه بطريقة صحيحة أنه بدون ضرب، بدون عنف، بدون عناد، انه انا اوكي بعطيك الشيء اللي بلاقيه انا مناسب بالوقت المناسب. فهو لحاله بيقتنع بالفكره. بالبداية بدنا نبلش بداية صحيحة لنكمل وتكون النهاية صحيحة والطفل يثمر الشيء اللي نحن زرعناه بطريقة صح. هون نقطة كمان مهمة حكيتيها، قديش فينا فعلا نبلش بطريقة صحيحة والنتائج بتكون فعلا مرضية للأهالي. بس هون نعمل توازن، فينا نقول يعني لما نقول عن تربية ومبادئ وقوانين ضمن البيت صارمة مش صارمة، يعني على قد ما فيني أنا أعطيه قوانين ومبادئ صارمة على قد ما فيني أعطيه حب ورعاية. هون كمان هي نقطة كتير مهمة، كتير من الأهالي بيعتبروها تساهل مع الطفل. لا، انا لما اغمره وعبر عن محبتي له واعطيه بالتوازن بين العاطفه وبين التربايه قديش فيني اعمل فعلا نتائج سليمه وصحيه نفسيا. تماما. هلا نحن لما بنشوف انه الطفل اخطا ونجي اذا انا جيت مثلا حكيته حاورته بطريقه حلوه ومحببه له، هذا ما بيعني اني انا سهلت معه. يعني انا لما اقول له صحيح انت غلطت بس انا بحبك لو غلطت. تماماً. بس ما بصير تعمل هالتصرف. يعني بينما يكون ردة فعلي عنيفه على الطفل رح يرجع على فكره وما حد رح يحكيكي. يعني انا كثير بحاول مثلا، وكل ام ما عليه تجي مع اولادها انه اسمعي للاخر، في امور بتزعجك لكن انت حتى لو زعجتك تمالكي اعصابك كرمال هو ما يروح لحدا ثاني، يمكن هذا الحدا يعلمه اشياء انت ما بدك ما لازم يتعلمها هو اساسا، ممكن بطريقه غلط ياخذها. فلهذا الشيء ما علينا نكون نحن شوي، يعني الاولاد حلو انه انت لما تسمعي لهم لما تضميهم انه انا بحبك، اوكي انت عملت شيء امبارح انا زعلت منك لانك عملته، بس ما بصير ترجع تعيده. بصير لحاله الولد بيجي بيسألك انه مامي ما علي اعمل هيك، مو خوف منك لكن احترام لإلك. فشوي شوي بتصير العلاقة تاخديها علاقة محبة أكثر من ما هي تسلط على الطفل. نعم. نصيحة أخيرة لكل الأهالي اللي عندهم أطفال يعني من عمر 3 سنين بلشت تبدأ ملامح الغضب بأنواعه كلها، شو بتقول للأم؟ أول شيء نلتزم بالهدوء، الهدوء الهدوء ضروري، لأنه بدون هدوء مستحيل نقدر نحل أي مشكلة. ما نقول عن طفل صغير لأنه الأطفال كلهم ما شاء الله عندهم وعي وبيفهموا الشيء اللي نحن عم نحكيه، ما بيقدروا يعبروا ممكن بالكلام لكن بتصرفاتهم بيعبروا بكل محبة. الأطفال مسؤوليتنا ودائما منقول مسؤوليتنا لإلنا مو مسؤولية حدا تاني، فبدنا نكون نعطيهم وقت كافي لحتى نبني جيل يكون واعي
بعيدا عن العنف، بعيدا عن الضرب، بعيدا عن كتير أمور نحن بغنى عنها. أكيد. ويمكن ظروف صعبة واستثنائية عم تمر على البلد وعلى كل العالم، فتحية لكل أم قادرة تضبط نفسها وعم تتحمل مسؤوليات كتير صعبة وعم تقدر فعلا تربي أطفالها اليوم، وخصوصا إلى المرأة السورية. بدنا نشكرك ست نغم طربي، أخصائية تربوية أسرية، على وجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا لوجودك معنا.